بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستأنف اللقاء الذي كان مستمرا في ما مضى، ونستمع إلى ما يرد منكم من أسئلة واستفسارات، نحاول الإجابة عليها بما تيسر، ونسأل الله أن يجعله لقاء مباركا مفيدا، وأن يجعله مجلسا من مجالس الذكر في بيت من بيوت الله. نسأله أن يرزقنا الإفادة والاستفادة والعلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنعرض أسئلتكم أيها الإخوة على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في هذا اللقاء في ليلة 16 من شهر رجب من سنة 1323. وننوه بأن الأسئلة لا بد أن تكون واضحة وفيما يحتاجه الإخوة السائلون، ولا تكون الأسئلة لأغراض خاصة أو استفزازية ونحو ذلك. هذا سائل يا صاحب الفضيلة يقول: أنا أسكن في شقة تبعد عن المسجد قرابة 3 كيلومتر، هل إذا صليت في الشقة أكون آثما بذلك أم لا؟ الحد الفاصل في هذا ما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم بسماع النداء، فإذا كنت تسمع النداء فإنه يجب عليك الحضور، قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقال للرجل الأعمى الذي جاءه يستفتيه في أن يرخص له أن يصلي في بيته لأنه يعترضه مشاق بينه وبين المسجد، قال له صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. الله جل وعلا يقول: ومن لا يجب داعي الله ليس بمعجز في الأرض، هذا وعيد. وقال تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا. لا تصلي في شقتك ولا في منزلك وأنت تسمع النداء والمسجد قريب منك، تدركه بالمشي، وأنت تدركه في المشي، وهذا المشي من صالحك أنها تكتب خطواتك عند الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي مشيهم إلى المساجد. ذلك أن جماعة أو أن جماعة قالوا لهم بني سلمة من الأنصار كانت بعيدة بيوتهم عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهموا أن يرتحلوا منها ويقرب من المسجد. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، أي ابقوا في دياركم وإن كانت بعيدة
من المسجد يكتب الله جل وعلا لكم آثاركم التي تمشونها. وكان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن المسجد، وكان لا تخطئه فريضة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه عن الرملة؟ فقال: ما يسرني ذلك، إني أريد أن تكتب خطواتي وممشاي إلى المسجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. فلا يزهد الإنسان في المشي إلى المسجد وإن كان بعيدا، فبعده عن المسجد زيادة خير، زيادة عمل له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: إذا كان في المقبرة أشخاص لم يصلوا على الجنازة في المسجد، فما هو الأولى، الصلاة على الجنازة قبل الدفن أو بعده؟ لا، قبل الدفن، الصلاة على الجنازة قبل الدفن، إنما يصلى على القبر إذا فات الصلاة عليها قبل الدفن، أما ما دامت لم تدفن فيصلى عليها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا شخص محتاج إلى عمل، ومر علي أثناء بحثي في مؤسسات خيرية مشكلتها أنها تعلق صورا للمسلمين المتضررين في أنحاء كل جنبة من جنبات المؤسسة، والسؤال: هل يجوز لي العمل في مثل هذه المؤسسات الخيرية أم لا؟ بزعمهم أن هذا تعليق هذه الصور أنها تحث المسلمين على العطف على هؤلاء، ولكن هذه طريقة خاطئة، لأن تعليق الصور لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من دخول المنزل الذي فيه صور معلقة، ولم يدخله حتى أزيلت. فعليهم أنهم يرغبون الناس في التصدق والتبرع بدون صور، بالآيات والأحاديث وبيان أحوال هؤلاء، حاجة هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. فإن أزالوا هذه الصور اشتغل معهم، وإذا لم يزيلوها فلا تشتغل معهم ولا تدخل في هذا المكان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: حدثونا يا صاحب الفضيلة عن المهدي المنتظر، وما هي علاماته، حيث اشتبه ذلك على كثير من الناس. المهدي المنتظر على خروجه من علامات الساعة الكبار، من علامات الساعة الكبار، وهو رجل من أهل البيت، من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذرية الحسن بن علي، اسمه محمد بن عبد الله، يوافق اسمه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يخرج على حين خلاف بين المسلمين، يحصل خلاف بين المسلمين على منصب الوالي، فيظهر هو في هذه الفترة ويبايعه المسلمون، ويحصل على يده خير كثير، يحصل على يده خير كثير ونشر للإسلام، تكون ولايته ولاية خير ونصر للإسلام والمسلمين. وفي آخر فترته يظهر الدجال، في آخر فترة المهدي يظهر الدجال، نسأل الله العافية، المسيح الدجال، ويحصل بينه وبين المسلمين فتنة عظيمة، ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجال. فهذه ثلاث آيات كبار متتابعة: أولا خروج المهدي، ثم
خروج المسيح الدجال ثم نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجال وينصر الله به الإسلام والمسلمين. وخروج المهدي هذا ثابت في الأحاديث الكثيرة، قد ألفت فيه مؤلفات وجمعت الآثار والأحاديث الواردة، حتى قال بعض العلماء إن الأحاديث لظهور المهدي متواترة معنا، وإن لم تتواتر رواية فهي متواترة في المعنى، ولا ينكر ظهور المهدي إلا الجهال أو أهل الضلال، لأن خروجه ثابت في آخر الزمان من علامات الساعة الكبار، فيجب الإيمان بذلك، تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من ذلك. ولكن ما كل من ادعى أنه المهدي يكون هو المهدي أو ادعي له أنه المهدي، لأنه كل طائفة من طوائف الضلال تدعي أن إمامها هو المهدي، وقد ادعى المهدوية كثير وظهر كذبهم، ادعى المهدوية كثير وظهر كذبهم وافتضح أمرهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم التأمين الإلزامي؟ نعم، هذا السائل يقول: ما حكم التأمين الإلزامي حيث لا تستطيع أن تجد رخصة قيادة أو استمارة سيارة إلا بعد إحضار شهادة التأمين، وإلا سوف تسجل عليك المخالفات المرورية؟ إذا ألزمت بها واضطررت إليها فادفع التأمين، ادفع التأمين من أجل أن تتوصل إلى غرضك الذي لا غنى لك عنه من أخذ الرخصة أو أشبه ذلك، لكن لا تستعمل التأمين، ادفعه لأجل الوصول إلى ضرورتك، ولكن لا تستفد منه. إذا حصل عليك غرامة ادفعها من مالك، ولا تأخذ من شركة التأمين، لا تأخذ منها الغرامة، لأن هذا أكل للمال بالباطل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هناك من يقول إن فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ليس بمتعين، وأن هذا الكلام لم يقله إلا المتأخرون من العلماء، فما قولكم في هذا؟ نعم، هو فهم الكتاب والسنة لمن عنده الاستطاعة وعنده المقدرة هذا مطلوب، أن نتفقه وأن نتفهم القرآن والسنة، لكن بمؤهلات علمية ذكرها العلماء في شروط المجتهد، إذا توفرت فيه فإنه يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، ولا يتعين أنه لازم أنه يوافق كلام السلف حرفيا، لكن لا يخالفه، فهم لا يخالف فهم السلف، وليس بلازم أنه يوافق حرفيا ويقول بقول السلف حرفيا، بل يشترط أن لا يخالف قول السلف ولا يعارض قول السلف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يسأل عن صحة هذا الحديث: من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان من النفاق ومن فتنة القبر. والله ما أعرف هذا، ولكن على كل حال المحافظة على صلاة الجماعة والحضور من أول الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام هذا فيه فضل عظيم، أما تحديد 40 وذكر هذا الثواب
هذا يحتاج إلى مراجعة. نعم نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يسأل فيقول: ما حكم من كفر مسلما بارتكاب كبيرة دون الشرك بالله؟ هذا مذهب الخوارج، تكفير المسلم بارتكاب الكبيرة التي هي دون الشرك دون الكفر، هذا مذهب الخوارج نسأل الله العافية، وهذا ضلال مبين. ويخشى على هذا المكفر أن يكون أن يرجع إليه تكفيره للمسلم، لأن من قال للمسلم يا كافر يا عدو الله رجع ذلك عليه، فيخشى على هذا الذي يفعل هذا العمل أنه يبتلى بما رمى به هذا المسلم. نعم، فيجب كف اللسان عن التكفير والتبديع إلا بضوابط شرعية ذكرها العلماء في العقائد وعند الحاجة إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك وكان ذلك وفق الضوابط الشرعية المذكورة في كتب العقائد وترتب على ذلك مصلحة راجحة فلا بأس أن يبين. أما إذا كان ما هناك حاجة إلى هذا أو يترتب عليه شر، ترتب عليه فتنة، فينبغي كف اللسان عن هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما صحة هذا الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟ نعم، هذا ذكره ابن كثير في تفسيره وقال إنه حسن الإسناد، ويشهد له قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هي حدود اللحية، وهل يجوز حلق ما نبت على الرقبة من الشعر؟ حدود اللحية كما حددتها كتب اللغة: ما نبت على الخدين والذقن، أي العارضان والذقن وهو مجمع اللحيين، هذه هي اللحية. وأما ما ينبت على الحلق فهذا ليس من اللحية، فللإنسان أن يأخذه، إنما اللحية ما نبت على الخدين أو العارضين والذقن كما في القاموس وغيره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل إطلاق مصطلحي شرط صحة أو شرط كمال على العمل في الإيمان من الألفاظ التي مضى عليها السلف الصالح أم أنها من ألفاظ المتأخرين؟ الشرطية ليست من كلام السلف الصالح، كلام السلف وأهل السنة والجماعة أن الأعمال من الإيمان وليست شرطا في الإيمان، وإنما هي من الإيمان داخلة في حقيقة الإيمان. فالإيمان مكون من ثلاثة أشياء: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. فإن فقد شيء من هذه الثلاثة لم يتحقق الإيمان، لو لم ينطق بلسانه لا يكون مؤمنا، لو نطق بلسانه ولم يعتقد بقلبه لا يكون مؤمنا، لو نطق بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل لم يكن مؤمنا. فلا بد أن تجتمع في هذه الثلاث: النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ثم أيضا البحث في هذه المسائل واجترار مسائل العقيدة ولوكها بالألسن هذا لا يجوز، لأن هذا يدخل الناس في قيل وقال،
وفي تساهل في مسائل العلم، هذه مسألة من مسائل العلم الكبار لا ينبغي الخوض فيها إلا لأهل العلم والبصيرة، لا ينبغي الخوض فيها للمبتدئين والجهال وصغار السن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم التسليمة الثانية في الصلاة؟ هل هي سنة مستحبة أو ركن من أركان الصلاة؟ صحيح أنها ركن من أركان الصلاة، أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة، وإنما اختلفوا في النافلة، الفريضة لا بد من التسليمتين، أما النافلة ففيها خلاف هل الثانية سنة أو واجبة، أما الفريضة فالتسليمتان ركن من أركان الصلاة، وهذا الذي عليه المذهب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل هناك فرق بين صاحب البدعة والمبتدع؟ ومتى يخرج صاحب البدعة من السنة؟ لا فرق بين صاحب البدعة والمبتدع، صاحب البدعة هو المبتدع، فمن ارتكب بدعة فإنه يسمى مبتدعا إلا إذا كان جاهلا لا يعلم أنها بدعة، فلا يحكم عليه بالابتداع حتى يبين له، أما إذا كان متعمدا وعارفا أنها بدعة وعمل بها هذا مبتدع، والبدعة تختلف منها ما هو كفر ومنها ما هو كبيرة ومنها ما هو دون ذلك، البدعة تختلف، ولكن كلها محرمة وضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. الحديث الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل ما خالف الأدلة في الاعتقاد أو في العمل فإنه بدعة، لكن البدع تختلف منها ما يصل إلى حد الكفر مثل البناء على القبور ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، هذا شرك، بدعة شركية، ومنها ما وكذلك الأقوال مثل القول بخلق القرآن مذهب الجهمية ومن تبعه، هذا قول مبتدع وهو كفر، لأنه جحود لكلام الله عز وجل، جحود لصفة من صفات الله عز وجل، وجحود وتكذيب فيما جاء أن القرآن منزل من عند الله، هذا كفر، هذه المقالة كفر تخرج من الملة، نسأل الله العافية، ومنها ما هو دون ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: قال بعض السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فما معنى هذه العبارة؟ معناها واضح، معناها أن تختار العالم المتمسك بالسنة وتتلمذ عليه وتأخذ العلم عنه، تتعلم على أيدي العلماء الثقات المتمسكين بالسنة، وأن تبتعد عن أهل الضلال ولا تتعلم على أيديهم لئلا يؤثروا عليك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن؟ قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
الجار له حق. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب صاحب بالجنب وابن السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والأحاديث لهذا كثيرة. الجار له حق. والجار ثلاثة أقسام: جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب المسلم، له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، وجار له حقان وهو الجار المسلم غير القريب، له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له حق واحد وهو الجار الكافر له حق الجوار. فلا يجوز أذية الجار. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق هي الخيانة، خيانة الجار في أهله والعياذ بالله، لأن الجار ائتمنه، فإذا خانه وزنى بأهله فهذا من أكبر الكبائر. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني الشرك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وأنزل الله في ذلك قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ومعنى قوله لا يؤمن ليس معناه أن يكفر ويخرج من الملة، لأن هذه كبائر لا تقتضي الكفر، وإنما تقتضي نقصان الإيمان. فمعنى قوله لا يؤمن أي لا يؤمن الإيمان الكامل، بمعنى أنها تنقص إيمانه. ولا يكفر بهذه بإيذاء الجار أو بالزنا، أما الشرك فإنه يكفر به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كنت مسافرا وصليت الجمعة في المسجد الحرام وكان سفري بعد صلاة الجمعة، هل يجوز لي أن أجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة جمع تقديم، أم أن صلاة الجمعة لا يجمع معها صلاة أخرى؟ هذا هو، صلاة الجمعة لا يجمع معها العصر، لأن العصر ليس من جنسها، وإنما صلاة العصر تجمع مع الظهر ولا تجمع مع صلاة الجمعة، لأنها ليست من جنسها. وقد نص على هذا أهل العلم كما في شرح المنتهى وغيره، صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة على عهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ووقعها مع الأعضاء لأنها لا يجوز جمع العصر مع الجمعة لأنها ليست من جنسها، إنما الذي ورد أن العصر تجمع مع الظهر، ولم يرد أنها تجمع مع الجمعة. والأصل أن كل صلاة تصلى في وقتها إلا إذا دل دليل على جمعها مع الأخرى تقديما أو تأخيرا، وهذا لم يرد به دليل، فنبقى على الأصل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قرأت كتابا في التفسير من كتب التفاسير العصرية، وقال فيه صاحبه هذه الجملة: فالتفت الله إلى هذه الخليقة المسماة بالإنسانية
والسؤال: هل يجوز إطلاق صفة الالتفات على الله سبحانه وتعالى؟ لم يرد هذا وصف الله بالالتفات، هذا لم يرد، فإطلاقه على الله لا يجوز. لكن الالتفات بالقول، الالتفات بالقول لا بأس به، كأن تقول هذا التفات إلى كذا وكذا، فهذا لا بأس به، الالتفات بالقول. أما الالتفات الذي هو صرف الوجه أو النظر إلى جهة معينة، فهذا لا تجوز نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. المفسرون يقولون في بعض الآيات هذا التفات كذا، التفات يعني بالقول والأسلوب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم استخدام الصور في التعليم باعتباره وسيلة من الوسائل؟ الحمد لله أن التعليم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو سائر على أحسن وجه، وليس فيه تصوير. التصوير حرام، تصوير ذوات الأرواح حرام لا يجوز. أما تصوير غير ذوات الأرواح كالجبال أو الأنهار أو الأشجار أو البحار أو المباني أو السيارات أو المعدات الذي ليس فيه روح لا بأس بتصويره، أما ذوات الأرواح فلا يجوز تصويرها لا للتعليم ولا لغيره، لشدة الوعيد على المصورين. والتعليم لا يضطر إلى الصور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم صلاة المرأة التي توضأت وعليها مساحيق وأصباغ ولم تزلها، سواء كانت عامدة أو جاهلة أو ناسية، وهل تؤثر هذه الأصباغ في التيمم؟ إذا كانت هذه الأصباغ والمساحيق تتجمد على الجلد وتمنع وصول الماء إلى الجلد فلا يجوز بقاؤها ولا يصح الوضوء مع بقائها، لأنها تمنع من وصول الماء إلى الجلد. أما إذا كانت هذه المساحيق والأصباغ لا تتجمد ولا تمنع وصول الماء إلى الجلد فلا مانع منها. وأما التيمم فلا دخل له بقضية المساحيق، لأن التيمم يكون بضرب بمسح الوجه والكفين بالغبار الذي يعلق باليد، وليس إلا إذا كان على الوجه شيء يمنع وصول المسح إليه، أو الكفين عليهما شيء يمنع وصول المسح بالتراب فإنه يزال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه أسئلة عديدة واردة في السؤال عن البطاقة المدفوعة المسماة بسوا، ومنها هذا الشخص يقول: أنا شخص لا أستطيع شراء جوال عادي أو عائلي، وذلك لأنه لا يتوفر لدي مبلغ باستمرار لدفع الرسوم الشهرية أو قيمة المكالفات أو قيمة المكالمات، لذلك أستخدم هذا النوع من البطاقات لأني أقوم بشرائها متى استطعت والاستفادة منها متى ما أردت، والسؤال: ما حكم حالتي هذا؟ البطاقات هذه يظهر لأنها لا تجوز، لأنهم حددوا استعمالها بمدة، إذا مضت المدة ولم تستعملها أو باقي لك استعمال يهدر عليك، يروح مالك بغير حق، هي لا تجوز. الواجب إذا اشتريت شيئا أن تستعمله إلى أن ينفد، أما أنه قال ما يصلح تستعمله إلا في أيام أو في مدة، فإذا مضت فات عليك، ولا يرجعون عليك دراهم، لو كانوا يرجعون عليك فلوسك ولا يرجعون عليك ما بقي فلا بأس، ما إذا كانوا يأكلونها ويأخذونها هذا من أكل المال بالباطل، لأن من اشترى شيئا فإنه يملكه ملكا دائما لا مؤقتا ويستعمله إلى أن ينفك، هذا أصل البيع والشراء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم الصلاة في الكنائس وأشباهها؟
إذا كانت الكنائس طاهرة وليس فيها صور ولا صلبان وحضرت الصلاة تصلي فيها ما في مانع. والنصارى أيضا يصلون في المساجد كما صلوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في حضرته وفد نجران، لما جاء النصارى من نجران يتفاوضون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وحضرت صلاتهم صلوا، تركهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلون. فالصلاة لا بأس بها بشرط أن يكون المكان طاهرا وأن لا يكون فيه شيء من الصلبان ومظاهر الشرك. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من المعروف أن الوقف من الأعمال الفاضلة، فهل يجوز للرجل أن يقف ماله على نفسه أو على أهله وذريته؟ وهل تسمية الوقف بالوقف الذري تسمية صحيحة؟ نعم، يجوز للإنسان يوقف ماله على نفسه وهو حي لئلا يبيعه، ويجوز أن يوقف على ذريته من غير تخصيص، على ذريته من غير تخصيص، المحتاج من ذريته أو على ذريته عموما من غير تخصيص ومن غير طرد للنساء، وإنما الذكور والإناث من ذريته كلهم ينتفعون بالوقف فلا بأس بذلك. نعم. وتسمية الوقف بالوقف الذري سهل، مسألة تسمية بالذري يعني نسبة إلى الذرية، ما هو بالذري اللي هو القنابل، قنابل الذرية، لا، الذري يعني نسبة إلى الذرية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم تفسير الرؤى وتحديدها باليوم والساعة، بحيث يقول: سوف يقع عليك في يوم كذا وساعة كذا كذا وكذا؟ هذا من ادعاء علم الغيب، وهو نوع من الكهانة. تعبير الرؤى ليس يقينا، إنما هو توقع وتفرس فقط، يمكن يحصل ويمكن أنه ما يحصل. أما اللي يجزم ويقول بيحصل كذا ويحدد باليوم أو بالساعة فهذا من ادعاء علم الغيب وليس من تعبير الرؤى. ويخشى أن هذا الشخص إما أنه دجال كذاب أو أن معه قرينا من الجن يملي عليه هذا الشيء، هذا أمر لا يجوز. أما أصل تعبير الرؤيا، تعبير الرؤيا سائغ، لكن ما كل يعبر الرؤيا، إنما يعبرها ناس اختصوا بهذا الشيء ولا يعبرها ما هب دب من الناس. وأيضا لا تحرص على تعبير الرؤيا، كل ما رأيت تروح تسأل. الرؤيا إذا كانت لا تسرك اتركها، اكتمها ولا تعبرها ولا تخلي واحد يعبرها ولا تضرب. وإذا كانت رؤيا سارة فلا بأس أن تخبر بها وأن تطلب تعبيرها. وكما قلت، تعبير الرؤيا ليس على سبيل الجزم واليقين، إنما هو توقع فقط، يمكن يحصل ويمكن لا يحصل، يمكن الرؤيا صحيحة ويمكن ما كذب، ما هي صحيحة من الشيطان. وأيضا ما يكون واحد يجلس للناس على التلفون أو يجلس للناس بالإذاعة أو بالتلفاز ويرسلون له أسئلة للتعابير وهو ما يعرف السائل ولا الرائي ولا رآه ولا يدري عن حاله ولا يدري، ويعبر له رؤيا، هذا ما له أصل الشيء. وهذا توسع في تعبير الرؤيا وتخرص، ويدخله ادعاء لعلم الغيب، ففيه محاذير كثيرة. والإمام بن سيرين رحمه الله يقول: اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما رأيته في نومك،
اتق الله باليقظة ولا يضرك ما تراه في نومك. ربما يكون هذه الأحلام المزعجة أنها من عدم التقوى وأن الشيطان يتسلط عليك. أما إذا اتقيت الله واستعملت الذكر والورد فإنه لا يتسلط عليك الشيطان ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: أنا موظف حكومي ويكلفني عملي بمهام خارج المدينة، ويتم صرف لي بدل الانتداب وأمر إركاب على الدرجة الأولى ذهابا وعودة. وأنا موظف حكومي. نعم. ويكلفني عملي بمهام خارج المدينة، ويتم صرف لي بدل انتداب وأمر إركاب درجة أولى ذهابا وعودة، وإني أسافر بسيارة خاصة. السؤال: هل يجوز تحويل أمر الإركاب إلى تذاكر سياحية؟ هذا حسب النظام، حسب نظام الحكومة. إذا كان تصرفك هذا لا يخالف نظام الحكومة فلا بأس به، أما إذا كان يخالف النظام فيه احتيال فلا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يصح أن تجمع الطاعات مع بعضها مثل ركعتي الوضوء وتحية المسجد وغيرها في نية واحدة؟ نعم، لا بأس. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا صلى ركعتين، دخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بها تحية المسجد وينوي بها سنة الوضوء وينوي بها صلاة الضحى، فله ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. والفقهاء يقولون: من نوى شيئا حصل له ومثله ودونه، حصل له هذا الشيء الذي نواه ومثله اللي يساويه وما دونه. أما الشيء الذي أرفع منه وأعلى منه فلا يحصل. فلو صلى يريد النافلة لا تجزيه عن الفريضة، لأن الفريضة أعلى من النافلة، الفريضة أعلى من النافلة. وكذلك لو دخل المسجد والصلاة تقام، فدخل في الصلاة، فريضة تجزي عن النافلة، تجزي عن تحية المسجد، لأن تحية المسجد دون الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هي مدة المسح على العمامة والخمار للمسافر والمقيم؟ نعم، العمامة يمسح عليها مثل الخف، للمقيم يوم ليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. وكذلك خمار المرأة المدار تحت حنكها، إذا ثبتت الخمار بأن دارته تحت الحنك وصار يشق نزعه فإنها تمسح عليه مثل عمامة الرجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب. أما المسح على الجبيرة أو على الضمادات اللي على الجروح، هذه ليس لها توقيت، هذه يمسح عليها ما دام يحتاج بقاءها ولو طالت المدة، ليس لها توقيت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم رفع اليدين للتكبير وهو جالس قبل أن يقوم من التشهد الأول؟ يرفع يديه مع التكبير. إذا رفع من الجلوس قائما للركعة الثالثة يرفع يديه. نعم، ولو لم يعتمد قائما تابع للتكبير، رفع اليدين تابع للتكبير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم بكتاب أحكام من القرآن لمحمد علي الصابوني؟ مسألة كتاب أحكام القرآن بمعنى المسائل الفقهية، استنباط الأحكام الفقهية من الآيات، هذا لا بأس به، إنما المحذور في العقائد، المحذور في مسائل العقيدة.
وأما مسألة الأحكام الفقهية هذه ليست مجالا للخلاف وليست من مسائل العقيدة، وكون الإنسان يخطي فيها أسهل من كونه يخطي في مسألة العقيدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على سائل يقول: شخص دخل عليه وقت صلاة العصر وهو بكامل عافيته، وبعد مضي 25 دقيقة بدأت به فجأة سكرات الموت. رجل يقول: شخص دخل عليه وقت صلاة العصر. نعم. وهو بكامل عافيته، وبعد مضي 25 دقيقة بدأت به قال فجأة سكرات الموت، وتوفي في تمام الساعة 4:45. السؤال: هل تقضى عنه صلاة العصر أو لا؟ لا، هذا لم يتمكن من الصلاة فلا، فليس عليه شيء، والوقت موسع، وقت الصلاة موسع، فليس عليه إثم في تأخيرها. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الصلاة لا تقضى عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد، إنما الذي يقضى وتدخله النيابة هو ما جاء الدليل، مثل الحج، مثل العمرة، هذه تدخله النيابة. وبعض العلماء يرى أن الصيام أيضا جاء الدليل بأن صيام النذر تدخله النيابة، من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. أما صيام الفريضة فهذا موضع خلاف بين العلماء، إذا مات وعليه صيام من رمضان أو صيام كفارة فهذا موضع خلاف، الفرض فرض الصيام فيه خلاف، هل تدخله النيابة أو لا. شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم يريان أنه لا تدخله النيابة، والمذهب كذلك، لأنه عمل بدني ولا تدخله النيابة. أما هذا الرجل الذي مات في الوقت فلا إثم عليه. نعم. وحتى لو خرج الوقت فإنها لا تقضى عنه الصلاة، لأن لا أحد يصلي عن أحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يصل الأجر والثواب للميت إذا أهدى له الحي أجر وثواب صلاة الضحى أو سنن الرواتب أو قيام ليل ووتر أو صيام النوافل أو قراءة قرآن أو ذكر لله عز وجل؟ كل هذا لم يرد فيه دليل، فلا يهدى ثواب الصلاة ولا يهدى ثواب قراءة القرآن، لأن هذا لا دليل عليه. والأصل أن العمل لصاحبه، قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا هو الأصل. يستثنى من هذا الأصل ما ورد به الدليل من النيابات في الأعمال، كالنيابة في الحج، النيابة في العمرة، النيابة في الصدقة، هذا وردت به أدلة، ويصل ثوابها إلى الميت. أما ما عداها فيوقف فيه ولا يدخله النيابة. لكن من أراد أنه ينفع الميت يدعو له، يتصدق عنه، يدعو له ويتصدق عنه ويستغفر له ويترحم عليه ويحج عنه أو يعتمد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول، فهل على هذه المرأة عفتة؟ وهل ترث من هذا الزوج؟ لا ترث وليس عليها عدة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فتبين منه وليس عليها عدة وليس لها ميراث منه، لأنها ليست زوجة له. لما طلقها قبل الدخول بانت منه وليس عليها عدة فلا ترث منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب. لكن لو مات، لاحظوا، لو عقد عليها ومات قبل الدخول فإنها تعتد وترث منه،
بهذا ورد الدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأفتى به ابن مسعود وغيره. فالفرقة بالموت توجب العدة، الفرقة بالموت قبل الدخول توجب العدة وتوجب الميراث بين الزوجين، أما الفرقة بالطلاق قبل الدخول فلا توجب شيئا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا إمام مسجد وبجوار المسجد هناك بيت يبنى، وطلب مني صاحب البيت أن يأخذ من كهرباء المسجد. السؤال: ما حكم هذا الفعل؟ وهل يصح لي الإذن له بذلك؟ إذا كنت تبي تدفع نفقة الكهرب، صرفية الكهرب تبي تدفعها من مالك فلا بأس، أما أنك تدفعها من مال المسجد فهذا لا يجوز، هذا وقف ولا يجوز التصرف فيه إلا للمسجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: زوجتي كانت تذهب مع السائق في كل يوم بوجود زوجته في العام الماضي، أما في هذا العام فإن السائق يقوم بتوصيلي إحدى الطالبات في السنة السادسة، ويقوم بأخذ زوجتي معها بدون زوجته. السؤال: هل هذه الطالبة تكون قاطعة للخلوة علما بأن المدرسة قريبة من الحي الذي نسكن فيه؟ إذا كانت الطالبة قد بلغت فإنها تقطع الخلوة، البالغ يقطع الخلوة رجلا كان أو امرأة، أما إذا كانت الطالبة صبية لم تبلغ فإنها لا تزيل الخلوة. نعم. أحسن. أو صبي دون البلوغ لا يزيل الخلوة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أرجو منكم يا صاحب الفضيلة أن توضحوا مسألة لبن الفحل وما يتعلق بها. لبن الفحل اللبن المنسوب للرجل، لو كان رجل عنده زوجتان مثلا فأرضعت إحداهما طفلا فإن هذا الطفل يكون أخا لأولاد هذا الرجل من جميع الزوجات، ولو لم ترضعه أمهم، إذا أرضعته زوجة أبيهم يكون أخا لهم، لأن اللبن ينسب إلى المرأة وينسب إلى زوجها. نعم. فلو أن زوجة أبيك أرضعت طفلا أو طفلة الرضاع المحرم فإن هذه الطفلة تكون أو هذا الطفل أخا لك، وإن لم ترضعه أمك لأنه رضع من لبن أبيك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل رمي الخبز مع بقايا الطعام في المزابل التي لا يلقى فيها إلا بقايا الطعام والأكياس جائز، وما حكم رميها في غيرها؟ لا يجوز رمي النعم من الأطعمة والتمر وغير ذلك مع القاذورات ومع المخلفات، بل توضع هذه الأشياء في مكان طاهر لتأكل منها الطيور والدواب وتحتفظ بكرامتها، فلا يجوز وضع باقي الأطعمة والتمور مع القاذورات ومع الزبالات لما في ذلك من امتهان النعمة وكفر النعمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما عليها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. قال عليه الصلاة والسلام لا يمسح يده بالمنديل بعد الطعام حتى يلعق أصابعه أو يلعقها، كل ذلك من احترام النعمة. ورأى صلى الله عليه وسلم تمرة ساقطة في الطريق فأخذها عليه الصلاة والسلام وقال: لولا
أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها. فيجب توقير النعم واحترامها وعدم الاستهانة بها أو دوسها بالأقدام أو وضعها في الزبالات وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز الجمع والقصر لمن سافر في الخارج لأكثر من شهر؟ إذا كان كل الشهر هو في تنقل ولا يجلس في مكان أكثر من ربعة أيام وإنما هو يتنقل، فإنه يقصر ويجمع ويفطر. أما إذا كان سيقيم في مكان أو في بلد أكثر من أربعة أيام فإنها تنقطع أحكام السفر ويلزمه إتمام الصلاة ولا يجوز له الجمع ويلزمه الصيام فيأخذ أحكام المقيمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أنا معلم ونصلي في المدرسة مع الطلاب والمسجد قريب منا ونحن ملزمون بالصلاة في المدرسة، فما توجيه فضيلتكم لنا؟ أنا معلم، يقول: أنا معلم ونصلي في المدرسة مع الطلاب. نعم. والمسجد قريب منا ونحن ملزمون بالصلاة في المدرسة، فما توجيه فضيلتكم؟ نعم، إذا كان صلاتك معهم أضبط لهم وأنت مسؤول عنهم، الطلاب كثيرون ويحتاجون إلى حضورك لتضبطهم وأنت مسؤول عنهم، صل معهم لا بأس، لأن المصلحة في هذا راجحة وهي ضبط الطلاب. أما إذا كانوا يستغنون عنك فإنك تخرج إلى المسجد تصلي في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم صلاة الجماعة للمسافر إذا كان المسجد قريبا من البيت؟ نعم، يلزمه الصلاة مع الجماعة إذا كان يسمع النداء سواء كان مسافرا أو مقيما، قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا يشمل المسافر والمقيم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يشترط في صحة البيع نقل المملوك مثل السيارة من المعرض عند بيعها أن تحرك أو تنقل إلى مكان آخر؟ نعم، لا يجوز للمشتري أن يتصرف في السلعة التي اشتراها حتى ينقلها من مكان البايع وتنقطع علاقة البايع بها، قوله صلى الله لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فمن اشترى سيارة أو غيرها فإنه يجب عليه إذا كان يريد بيعها أن ينقلها من مكان البائع إلى مكانه هو، ثم يبيع في مكانه هو، لأجل تنقطع علاقات البائع بها تماما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: شخص يعمل في ساحات الحرم حيث يقوم بمنع الافتراش ومنع المتسولين وغير ذلك، ويحتاج إلى الكلام لأداء هذه المهمة، والسؤال: هل عليه شيء عندما يقوم بهذا العمل وقت خطبة الجمعة في كلامه وأمره ونهيه؟ إذا بدأت الخطبة يجلس ويشتغل قبل بداية الخطبة، أما إذا بدأت الخطبة فإنه يجلس وينصت ولا يقول لأحد شيئا، لا بكلام ولا بإشارة ولا بغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: رجل لديه مليون ريال أو أكثر من الزكاة ويريد أن يبني بهذا المبلغ عددا من المنازل، ثم يعطي هذه المنازل لمجموعة من العائلات الفقيرة المستحقة للزكاة، فهل هذا الفعل جائز؟ لا، ما يجوز أنه يبني بالزكاة مساكن، وإنما يوزع الزكاة على المستحقين في وقت وجوبها ولا يحبسها ويقول ببني به مساكن، يعطيهم إياها وهم يتصرفون فيها.
يأكلونها يبنون بها يشلون بها حاجات يعطيهم إياها وهم يتصرفون فيها. أما أنه يحبسها ويقول ببني فيها مباني هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم وضع النعل أي الحذاء بشكل مقلوب أي باطنه إلى أعلى؟ لا أعرف في شيء من ناحية الدليل، لكنه مكروه عند الناس، وقد يكون في أسفل الحذاء شيء من النجاسة أو شيء من القاذورات، فالناس يكرهون هذا الشيء. هذا من باب الآداب، من باب الآداب أنه ما يخلي الحذاء مقلوبا أمام الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم وضع حاويات القمامة سواء كانت صغيرة أو كبيرة في المسجد؟ لا، ما يوضع في المسجد، ما تجمع فيه القمامة. القمامة تجمع وتخرج في الحال، ولا تجمع في حاوية ولا في مكان مخصص داخل المسجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الوسائل المعينة على طلب العلم؟ الوسائل المعينة على طلب العلم كثيرة، منها أن الإنسان يخلص النية لله عز وجل في طلب العلم، هذا من أعظم الوسائل، لأن صدق النية يترتب عليه الإعانة من الله سبحانه: اتقوا الله ويعلمكم الله، يخلص النية. وثانيا حضور، من أعظم الوسائل أنه يحرص على حضور الدروس ولا يفوت منها شيئا، ويحضر الدرس من أوله إلى آخره لئلا يفوت عليه شيء. وثالثا أنه يسأل عما أشكل عليه ولا يترك شيئا من المشكلات في الدرس إلا ويسأل عنه في الوقت المناسب حتى يتضح له. فهذا من وسائل طلب العلم، السؤال والمناقشة والسؤال عما أشكل عليه من العبارات أو من المسائل، ولا يتركها في نفسه وهو لا يعرفها. فملازمة المدرس والسؤال عما أشكل والمطالعة قبل الحضور، يطالع الدرس قبل يحضر ويتأمل فيه علشان أنه يكون على ذكر منه، ما لا يأتي إلى الدرس وهو ما يدري وش يبي يعرض، ما يدري وش اللي يبي يعرض، ولو هذا ما يستفيد. لكن قبل يحضر يطالع الدرس ويتفهم فيه ويحدد الأشياء المشكلة علشان يسأل عنها إذا مر بها المدرس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم تصوير الأناشيد الإسلامية بما يسمى بالفيديو كليب؟ فيديو إيش؟ كليب. كليب؟ أي نعم. ابتليتون بها الأناشيد الإسلامية، أصبحت يعني كأنها من الدين، وهي أغاني وملهية، وهي من شعار الصوفية، هم اللي يعتبرونها من الدين ومن الذكر ومن شعار الحزبيين في هذا الوقت. فلا تعرف الأناشيد إلا عند الحزبيين، يستعملونها في تشجيع على مناهجهم وعلى شغلهم، فما فيها خير، لا خير فيها، لا في فيديو كليب ولا في فيديو عمر ولا زيد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم قول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟ قل الحمد لله على كل حال، أما تخصيص لا يحمد على مكروه سواه لا أعرف له دليلا، لكن قل الحمد لله على كل حال.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى تبدأ ساعات الأجر في الجمعة؟ لحديث من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه إلى آخره. نعم، جاء في الحديث الصحيح أن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فالأجر يتفاوت بتفاوت الحضور إلى الجمعة، وكل ما تقدم وبكر كان الأجر أكثر. والبداية بعض العلماء يقول يبدأ من طلوع الفجر، يبدأ التبكير من طلوع الفجر، أي يأتي لصلاة الفجر ويبقى في المسجد إلى أن يصلي الجمعة، ولا يخرج إلا لحاجة كالوضوء والشرب وغير ذلك ويرجع، وإلا فإنه يمضي وقته في المسجد يوم الجمعة ليحصل على أعلى الأجر في التبكير. وبعض العلماء يقول يبدأ من طلوع الشمس، تبكير يبدأ من طلوع الشمس، فمن جاء بعد طلوع الشمس مباشرة فقد جاء في الساعة الأولى. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المسائل الخلافية لا ينكر على من يقوم بها بشكل عام؟ فمثلا كشف الوجه للمرأة التي تعمل بالمذهب الذي يجيز ذلك، هل ينكر عليها عند رؤية ذلك منها؟ المسائل الخلافية لا إنكار فيها إذا كان لم يظهر الدليل، كل من القولين محتمل متساويان، ما ترجح واحد بالدليل فإنه لا إنكار فيها. أما إذا ظهر الدليل مع أحد القولين فإنه يجب العمل به وينكر على من خالفه، والدليل ظاهر مع من يوجب ستر وجه المرأة عن الرجال، دليل ظاهر من الكتاب والسنة، فلا يلتفت إلى الخلاف، إلى خلاف من يقول إن الوجه ليس بعورة، ما يلتفت إليه لأنه مخالف للدليل. ونحن لم نؤمر باتباع أقوال الفقهاء، وإنما أمرنا باتباع القرآن والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا رجعنا إلى القرآن ورجعنا إلى السنة وجدنا أنهما يدلان دلالة واضحة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال، فيجب علينا الأخذ بذلك والإنكار على من خالفه. هذا من ناحية. الناحية الثانية، إذا كان القول متعادلا، إذا كان القول متعادلا لم يظهر فيه دليل، ولكن العمل في البلد على أحد القولين، فإنه يلزم العمل بالقول الذي عليه البلد لأجل جمع الكلمة، لأجل جمع الكلمة وعدم الشقاق. وكما يقولون حكم الحاكم يرفع الخلاف، لا يجوز الشذوذ والمخالفة ونقول هذه فيها خلاف وفلان قال كذا، لا، نمشي على ما يعمل به البلد، بلد المسلم، إذا عمل بأحد القولين فإننا لا نخرج عن ما عليه أهل البلد وما عليه الفتوى في ذلك البلد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أجاز كشف الوجه للمرأة قال يمنع ذلك إذا كان هناك فتنة أو ترتب عليه فتنة، فما حدود هذه الفتنة؟ هذا هو أن نطالبهم، يقولون أنه يجوز لكشف الوجه ما لم
يخف فتنة. نطالبهم بما هو الحد الذي تؤمن فيه الفتنة والحد الذي لا تؤمن فيه الفتنة. ما في حد، الفتنة متوقعة، الفتنة متوقعة، والمرأة فتنة وعورة مهما كانت، ولو كانت كبيرة ولو كانت دميمة غير جميلة هي محل فتنة. فإذا هم اعترفوا بأن الحجاب من أجل إزالة الفتنة، والفتنة غير مأمونة، فإذا يتعين الحجاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقوم بعض المؤسسات بشراء سيارة مثلا لمشتر ثم يشترطون الخيار لمدة 15 يوما، فإن رفض المشتري السلعة أرجعتها المؤسسة إلى المهر، علما بأن المؤسسة تشتري باسمها ثم تبيعها للمشتري الراغبها أو ترجعها خلال مدة الخيار، فما الحكم في هذا العمل؟ هذا عمل غير صحيح، هذا عمل غير صحيح. الواجب على من يريد أن يبيع على الناس ويداين الناس أن يؤمن السلع عنده في محله ومتجره، فإذا جاء الزبون يبيع عليه. وأما أنه ما عنده سلع ولا عنده أشياء، فإذا جاء الزبون راح يدور له ويبحث له عند التجار ولا عند المحلات الأخرى ثم يقول لي الخيار، فهذا بيع معلق، بيع معلق وغير صحيح، ويدخل في بيع ما ليس عندك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تأدية العمرة في كل شهر مرة أو في كل شهرين مرة؟ نعم، العمرة ليس لها حد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالإكثار من العمرة مطلوب وفيه خير، ولكن بعض العلماء يقول أنه يجعل بين العمرتين فاصلا من الزمن حتى ينبت شعر راسه، كأن 10 أيام أو أسبوع، هذا أحسن من أنه يخرج في اليوم عدة مرات ويجيب عمرة في اليوم الواحد. فالأولى أنه يجعل بين العمرتين فاصلا زمنيا بحيث أنه يحصل في رأسه شعر يحلقه أو يقصر منه عند العمر، هذا أحسن. وأيضا الذي يكون في مكة، الذي يكون داخل مكة في الحرم، الأفضل له أن يبقى في الحرم ولا يتردد على الميقات ويجيب عمر، لأن بقاءه في الحرم أفضل من خروجه لعمره. بقاءه في الحرم، الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة، فبقاءه في الحرم واعتكافه في المسجد الحرام وتلاوة القرآن والذكر في المسجد الحرام والطواف بالكعبة، هذا أفضل من أنه يخرج ويفوت وقت في طلب عمره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو القول الراجح في قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية؟ قول الراجح أنه ينصت إذا قرأ الإمام، فإنه ينصت لقراءته، قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فإذا جهر الإمام فإن المأموم يسكت ويستمع عملا بهذه الآية. ولأنه إذا قرأ والإمام يقرأ لا تحصل القراءة على الوجه المطلوب، يحصل تشويش ورفع صوت ولا يؤدي القراءة على الوجه المطلوب، ينازع الإمام، يحصل في الصلاة خلل من أجل ذلك. فالواجب أنه ينصت إذا جهر الإمام، أما إذا سكت الإمام فإنه يقرأ في سكتات الإمام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن صلاة الجنائز فيها تسليمتان، هل قوله صحيح؟ فيه من يقول هذا، لكن الصحيح أن تسليمة واحدة، الصحيح والذي عليه العمل أنها تسليمة واحدة،
هذا هو المترجح وعليه العمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تزوجت زوجة ثانية فطلبت زوجتي الثانية أن أعطيها صباحة قطعة ذهب فأعطيتها، علما أن زوجتي الأولى منذ 14 سنة لم أعطيها هذه الصباحة، فهل يا فضيلة الشيخ يلزمني أن أعطي زوجتي الأولى مثل الثانية أو أعوضها مالا؟ إذا كان يحصل مفسدة أو نزاع فالأحسن أن تحسم النزاع وتعطيها دفعا للشقاق والنزاع، أما إذا كان ما يحصل نزاع فلا يلزمك هذا، ما يلزمك أنك تعطي المرأة القديمة مثل ما تعطي المرأة الجديدة من الهدايا والصباح وما أشبه هذا، هذا ما هو بلازم عليك، إلا إذا خشيت من الفتنة وخشيت من النزاع فلا شك أن تهدئة الأمور أحسن من إثارة النزاع. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للزوجة أم الأولاد زيادة في الجلوس عندها في النهار أم يجب العدل بالقسم بينهما في النهار كما هو في المبيت؟ لا يجب العدل، يجب العدل للمبيت، والليل تابع النهار، النهار تابع لليل، النهار تابع لليل، فالتي تبيت عندها يكون النهار لها، عماد القسم في الليل لمن عمله بالنهار، والنهار تابع لليل. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد عندي لوحة معلقة على الجدار فيها سورة الناس مزخرفة ولوحة أخرى فيها سورة الإخلاص، فهل يجوز هذا؟ ما ينبغي هذا، تعليق القرآن على الجدران أو على السيارات أو على المحلات هذا لا ينبغي، لأن فيه إهانة للقرآن، قد يحصل في هذه الغرفة من شيء من المخالفات وإساءة الأدب مع القرآن، ولم يكن هذا من عمل السلف إنهم يعلقون القرآن على الجدران أو على الغرف، ما كان هذا من هدي السلف الصالح، فالقرآن يكون في المصاحف وفي الصدور ويتلى ويقرأ ولا يعلق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر عن السلف أنهم ينهون عن مجالسة أهل البدع ويطالبون بهجرهم، فما المراد بهم؟ هل هم أهل البدع المكفرة أم غير المكفرة؟ كلهم المكفرة، لكن غير البدع المكفرة أشد، وإلا فكل المبتدعة يهجرون ولا يجلس معهم ولا يستأنس بهم حتى يتركوا البدعة ويتوبوا إلى الله من البدعة، لأن هذا فيه زجرا لهم، لأن هذا فيه زجر لهم، وفيه محافظة على الإنسان أنه ما يتأثر بهم وببدعتهم، لأنه مثل المرض المعدي، مثل المرض المعدي تبتعد عنه من باب الوقاية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نذرت أن أصوم ثم كفرت عن نذري، والسؤال هل يجب علي الصيام علما بأن مجموع الأيام يبلغ 60 يوما؟ نعم. السؤال، نذرت أن أصوم ثم كفرت عن نذري، والسؤال هل يجب علي الصيام علما بأن مجموع الأيام يبلغ 60 يوما؟ لا، ما تكفر عن نذرك، لازم من عمل النذر، قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، إلا إذا جرى النذر مجرى اليمين، كأن تقول إن كان كذا فعلي صوم كذا، أو إن لم يكن كذا بدل ما تقول والله تقول علي نذر كذا، إذا جرى مجرى اليمين فإنه تحله الكفارة، أما إذا كان نذرا مبتدأ بدون تعليق وبدون يمين فإنه يلزمك الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل توفي وعليه كفارات ونذور وعليه أيضا ديون، فما القول الراجح في التقديم حيث إنه قد ورد في الحديث اقضوا الله فالله أحق بالقضاء؟ نعم، يبدأ بديون المخلوقين، يبدأ بديون المخلوقين وتسدد، فإن بقي شيء فإنها تسدد الديون التي لله
سبحانه وتعالى، لأن حق الله مبني على المسامحة، حق المخلوق مبني على المشاحة، فيبدأ بالديون التي فيها رهون والديون للمخلوقين وتسدد، فإن بقي شيء تسدد النذور والكفارات. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لغسل الجنابة للمرأة، هل يلزمها أن تنقض شعرها أم يكفي فقط غسل أصول الشعر كالوضوء؟ يكفي، يكفي أن تروي شعر الرأس لأن تصب عليه الماء وتبلغه، يكفي ولا يلزمها نقض رأسها. إنما هذا في الحيض، النفاس، قالوا إن تنقض رأسها في غسل الحيض وغسل النفاس، وبعض العلماء يقول حتى الحيض والنفاس ما يلزمها نقضه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص أدى فريضة الحج وفي اليوم 12 طاف طواف الوداع ثم رجع للشرطة ونام لمدة نصف ساعة تقريبا وكان الوقت ليلا ثم سافر، فهل عليه شيء لقاء نومه وهو قد وادع؟ ظاهر ما عليه شيء، لأن هذا ليس بمبيت، لو بات انتقض وداعه، أما أنه أخذه النوم أو النعاس وغط في النوم قليلا، هذا ليس، لا يسمى مبيتا ولا ينقض وداعه، لأنه قل من يسلم من هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم السفر يوم الجمعة قبل الصلاة؟ يكره قبل الأذان التالي، قبل الأذان الأخير يكره، أما بعد ما يؤذن الأذان الأخير فإنه يحرم، إذا أذن الأذان الأخير